ما في خبار هو حتى حاجه وصح حنا ما في خبارنا حتى حاجه. حتى جاو شدوه من معصره وجاو هنايا قلبوا داكشي قلبوا في البيت لتحت ما قلبوا الفوق ما لقاو حتى حاجه. داو التليفونات ديالو والطابلي تاعتي انا مكتوبه صافي هادشي مولي دا ما لقاو حتى حاجه لا في البيت لا الفوق لا والو. لقاو الا شي مصاحف داوهم والتليفونات جوج تاع راجلي والطابلي تاعتي انا صافي. ويعني كيفاش يعني الطباع ديالو؟ الطباع ديالو هو مزيان مع كل شيء مع الناس لا لداخل ولا برا مع كل شيء. ضيع عمره دار ما عنده حتى حاجه مع شي واحد مزيان لا برا لا لداخل لا في كل شيء مزيان. ويعني انت بما انك مراته كيفاش تلقيتي هذا الخبر انهم جاوا وشدوه؟ جاوا المعصره هي الاولى وجاوا هنايا في الليل تصدقوا. طلت خالتي قالت لي انا كنت بيت نور نحل الباب كان صحاب راجلي جا قالت لهم خالتي شكون؟ قال لها تفتيشيه حلي الباب. قالت لهم خالتي ما نقدرش نحل راه ما كاين حتى واحد في الدار كاينه انا والبنيات. قالوا ليها قال لها عنزلي حلي الباب هو ولدك كاين معانا. حلت لهم الباب دخلوا ديريكت لبيتي كاين هنا لتحت قلبوا فيه كل شيء قلبوا كل شيء ماريو كل شيء الكوافوزات كل شيء قلبوه. طلعوا ثاني الفوق قلبوا الدار الفوق طلعوا السطح قلبوا صافي داو داكشي اللي قلت لك داو صافي. ويعني قولي لنا يعني فين تا الوقت اش من نهار وفين تا التوقيت اللي جاوبك وكيفاش يعني لحد في الليل قبل الفجر بشي ساعة هكاك عاير خرجوا بواحد شو ودى الفجر صباح الاثنين نهار الاثنين ضل عندهم الدين. ويعني دابا فين راه هو فين داو عندك عليه شي خبار كتواصلي معاه؟ لا ما كنهضرش معاه. قالوا داو للدار البيضاء في الاول داوه للقلعه ومن بعد داوه للدار البيضاء. هو ديك الساعه قالوا لنا عار بحث بين نديرو معاه بحث ويرجع ماشي شي حاجه ما متهمينه هو حتى شي حاجه زعما. قال لك لحد الان مازال ما لقينا عليه حتى حاجه زعما خايبه حتى حاجه ما لقينا عليه خايبه. قال لك باقي دروك تحت البحث صافي. قال لك ما لقينا عليه حتى حاجه غادي يخرج وصافي. هادشي اللي قال لي العلاقه مزيانه بيني وبين راجلي مزيانه ما كاينه حتى حاجه. واش كتحسي عليه كيخبي عليك شي حاجه؟ لا ما كيخبي عليا حتى حاجه. تليفونو كنهزو كنقلبو كلشي ما كيخبي عليا حتى حاجه مزيان. الله يعمرها دار حتى حاجه ما يديرها. اللي سولتي عليه برا يقول لك الله يعمرها دار مزيان ماشي غير انا الاولى ولا الاخرى ولا كلشي كيقول لك الله يعمرها دار مزيان. انا متوقع منه ما دير حتى حاجه حتى حاجه ما دايره. هو شادين دوك على حساب قال لك يحقو مع على حساب حنت خوه غايب لسوريا. هذاك الشيء علاش ماشي زعما علاش حاجه من غير من ناحيه هذيك الجريمه.